السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد يوسف من HS Engineers، والنهاردة بنكمل مادتنا Physics 172. هنا بيقول لك A force T equal 15 Newton acts on a block as it moves a distance of 3 متر، يعني ده الدلتا R. فبيقول لك لو سمحت احسب لي الورك دان عند كل واحدة من دول، بتساوي كام؟ تعال نشوف. أول واحدة هنا قلنا الورك دان هيكون عبارة عن إيه؟ والله الورك دان هيكون بيساوي ال T في الدلتا R في كوزاين الزاوية ما بين الفورس واتجاه الموشن. خلي بالنا ما بين الفورس واتجاه الموشن. فلو جيت عملت هنا كده يبقى 50 times 3 times cosine 30 بس، بينما هنا هتكون ايه؟ نفس النظام، واكتب برضو هنا 30. الإجابة في الواقع لا. امال هعمل ايه؟ انا عندي هنا ال 30 ديت اللي مكتوبة في المسألة ديت هي الزاوية ما بين ايه وايه؟ ما بين الفورس تي والنيجاتيف ساين اكس. طيب وانا بقيس الزاوية بتاعتي ازاي؟ ايه حدود الزاوية بتاعتي؟ فين بدايتها ونهايتها؟ الزاوية بتاعتي بيكون بدايتها من متجه الموشن. ففين متجه الموشن؟ متجه الموشن اهو. فمتجه الموشن اهو، يبقى هو ده البوزيتيف او الصفر بتاعي، وابدا من خلاله اروح لايه؟ للفورس اللي انا عايز احسب الورك بتاعها. فالاقي قيمه الزاويه دي مقدارها قد ايه؟ اذا كانت قيمه الزاويه دي كلها كده 180، اخدت منها 30 هنا، يبقى كام؟ يبقى 180 ناقص 30 اللي هي 150. يبقى انا بضرب تي دلتا ار كوزاين 150 ديجري. في رقم سي هنلاحظ ان البوزيشن بتاعي بينتقل من النقطة دي لفوق النقطة دي، يعني قيمة البوزيشن او اتجاه قصدي البوزيشن طالع لفوق بالشكل ده. وهلاحظ ان الزاوية ما بين البوزيشن و الفورس كام؟ 90. وخلاص عرفنا طالما 90 يعني الورك دان هنا هيكون بكام؟ بزيرو. ممكن تعوض برضو في نفس القانون اللي هو بيقول 50 ضرب البوزيشن تشينج اللي هو 3 في كوزاين الزاوية اللي هي كوزاين 90، لو حطيت دي على الآلة تطلع برضو بإيه؟ بزيرو. هنا مهم جدا المسألة زي دي، المسألة هنا بتوضح لك الفرق ما بين زاوية اللي بتأثر بيها الفورس و زاوية ميل السيرفس أو زاوية ميل الموشن. فلو لقيت هنا حاجة زي مثلا ديت، اتجاه الحركة بتاعت الجسم هنا لفين؟ ماشي عامل كده، ماشي مع نفس اتجاه السيرفس. طب واتجاه الفورس بتاعتي؟ ماشي مع نفس المتجه على نفس الاستقامه. يعني قيمه الورك هنا هتبقى بتساوي كام؟ التي في الدلتا ار زي كل مره. التي بكام؟ 50 تايمز الدلتا ار اللي هي بكام؟ 3 تايمز كوزاين، والزاويه بتاعتي هنا هتكون بكام؟ 0 كوزاين صفر. ليه كوزاين صفر؟ ده لان الفورس نفس الدايركشن بتاع الايه؟ بتاع الموشن. انما هنا لو بصينا هلاقي ان قيمه او مقدار الفورس بتاعتي زي ما هو، لكن المتجه بتاعه ماله؟
مال على اتجاه حركة الجسم بزاوية قدرها 30. يعني في الواقع ممكن يقول لك الوضع بشكل مختلف، يقول لك والله انا عندي الفورس ديت بتميل عن الاكس اكسس بزاوية قدرها 60، اللي هي ال 30 دي زائد ال 30 دي. فكذلك هنا قيمة بقى ايه ال work done هيبقى بيساوي 50 times 3 times cosine كام؟ ماليش دعوة هو ميل عامل ازاي، كل اللي هي دعوة بيه هي اتجاه الفورس مع اتجاه الايه الموشن، فتبقى كوزاين كام؟ 30. هنا زي ما عملنا في المسألة نقطة بي هنعمل فيها نفس النظام. هنا انا عندي هنا العلاقة ما بين، او قصدي الزاوية ما بين اتجاه الفورس واتجاه الموشن قد ايه. زي ما قلنا بنبدأ من اتجاه الموشن وبروح لغاية الايه الفورس. طب قيمة الزاوية ديت قد ايه؟ اذا كانت كل الحتة دي، يعني لو عملناها بدون اسود، كل الحتة دي كده 180، اخدت منها 30، يتبقى كام؟ 180 ناقص 30 تطلع 150.